الاسعار السي شاكير، مجموعه ديال الاسعار مستقره، خاصه الاسعار ديال الخضر والفواكه وديال اللحوم وديال يعني الامور اللي كتستهلك في شهر رمضان. لكن نعترفوا بان هناك مواد اللي كنستوردوها واللي مطبوعه بواحد السياق اللي قلت متقلب، والحكومه تتابع هذا الموضوع. بالنسبه للمراقبه، عوده على الموضوع الاول، شنو كدير الحكومه باش تراقب؟ الحكومه كتقوم بواحد المجموعه ديال العمليات ديال المراقبه على مستوى مختلف المناطق، وكاين مجموعه ديال الملفات حينما يثبت بانه هناك مخالفات لمقتضيات قانونيه او للقانون المتعلق بالسلامه الصحيه، يتم احاله هذه الملفات على المحكمه. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.